سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نهاركم مبروك. اليوم غنوجد معكم البيتزا والطريقه ديالتي. دابا غنوريكم كيفاش كنصوب لاصوص. غندير معكم لي ديتاي بشويه بشويه، يعني كاع الطرق اللي كنستعملها. دابا عندي مطيشه غنشدها، يعني نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه ديال هاد لاصوص، تخدموا باي حاجه، يعني ديروا في بيتزا، في سباكيتي، يعني جميع المعجنات، وكيجي لذيذ وبنين. كنشدو مطيشه، كنحيدو لهذيك العصفه ديالها النباته، وكنقطعها في القميله على اربعه. نخليو ليها الجلوف، يعني ما نحيدوش ليها الجلوف ديالها، نستغلوهم. انا دابا كنقطعها على اربعه، وغادي نحطها فوق البوطه. وغنزيد على الثومه، ونزيد على شويه ديال الزعتر، وشويه ديال الملح والبزار، ونحطها فوق البوطه الطيب، يعني بدون لا ماء لا زيت. ديروها يعني فشي كاسرونه او شي قميله اللي ما كتحركش وما كتلصقش، باش ما تبقاش فيها ديك البنه ديال الحراق. ومين طحنوها تجينا يعني بنينه. انا غنردها دابا فوق البوطه وننساها طيب على المهل حتى طيب، ونطحنها ونوريها لكم ان شاء الله كيف كتجي. ونتمنى انكم تجربوها وتعجبكم، وتبقاو ديروها. يعني البنات، بغيت نوريكم هاد العجانه العجيبه، يعني اللي كنحماق عليها وما كنقدرش نستغنى عليها. يقدر الواحد الاخوات يكونوا يعرفوها، واللي ما عرفهاش انا غنوريها ليه. هذه العجانه ديال برا، عندها الطاسه، الناس ديال برا كيعجنوا فيها وكيطيبوا، لكن انا يعني ما عرفش كيفاش نطيب فعلا، كنعجنوا فيها. يعني رائعه البنات، تتعجن في رمضان، يعني كنحطها حدايا كتعجل، انت تعجل ليا بواحد العجينه ما نقول لكمش عليها. وكنخمر فيها مع ملي كتبقى الدور كتسخن ديك الطاسه، والعجينه كتطلع. يعني كنخدم فيها القرص، كنخدم فيها المسمن، كنخدم يعني كلشي كلشي، اي حاجه، غير كندير فيها المقادير ديال الخبز العادي، يعني الماء والدقيق والخميره والملحه في دقه واحده، وتنخدمها وننساها حتى تسكت، ونخليها تخمر ونخبزها. دابا انا ندير فيها البيتزا، يعني رائعه. انا هذه صبتها يعني حسن ليا، جاتني حسن من الروبو، وما كتصدعش، يعني ما فيهاش داك الصوت ديال الروبو، وجاتني اصلا جاتني على كانتي. كنتمنى انكم تستعملوها وتستخدموا هاد العجانات. دابا غندوز ندير معكم المقادير ديال لاباط ديال العجينه اللي كنستعملها. وضروري البنات المبتدئات تجربوا هاد الطريقه ديال لاباط والمقادير اللي غنعطيكم، يعني غتلعبوا بها كيف ما بغيتوا، ويعني متقوني 100%. عندي دابا الدقيق، يعني كثروا الدقيق، هي كتهز الدقيق البنات. انا كنكثر العجينه باش كنقطعها قريسات، وكنديرها في واحد البلاطو حتى تكرموا ويجمدوا، ونجمعهم في بلاستيكه وحده. فيما بغيت نعمر شي بيتزا للدراري مثلا في الكوتي او في العشاء، كتعرفوا اننا بعض المرات كنعكزو، كنعمر نجبدها نيشان بكري، كندهن الطاوله اللي غنعمر فيها، ونحط فيها ديك العجينه ديك الكريسه اللي كنت حاطاها في الفريغو، غير كتطلق صافي نعمرها. انا قلت لكم غير الطريقه يعني وفكره اللي كندير، كنتمنى انكم تجربوها. كندير شويه ديال الخميره معجونه، غندير شويه ديال الملحه، غندير جوج بيضات. وكما كتعرفوا البنات، راه تبارك الله كاينه بزاف بزاف جميع شحال من طريقه ديال لاباط ديال البيتزا، وهذه هي اللي كندير انا وكتعجبني، وكتجي واحد زعما واحد العجينه مفشفشه
وتلعب فيها كيف ما بغيت، كتعجبني وكتجي بنينه. غندير جوج بيضات وغنزيد معاهم شويه ديال الزعتر، وندير معاهم شويه ديال زيت العود، وندير الماء ونخدم الماكينه ان شاء الله تعجن. عندكم الحليب زيدوا شي لقيطه ديال الحليب، يعني الموت اللي متوفر عندكم. انا ما عنديش دابا الحليب، انا غنخدم نعجنها بالماء، والحليب ماشي ضروري. وكنتمنى انكم يعجبوكم الوصفات ديالي، وما تبخلوش عليا من التعليقات ديالكم سواء ايجابيه او سلبيه، غنتعلم منها وغنستافد منها. وما تنساونيش من الدعوات ديالكم، وتبارطاجيو القناه ديالي مع احبابكم وصحابكم. دابا كما كتشوفوا درت الماء غنخدمها وننساها، وغندوز دابا باش نوريكم باش غنعمرها. عندي البنات عندي هنا فلفله، جوج فلفلات، عندي شويه ديال الكفته، عندي هنا نص كيلو ديال الكفته، ولكن غندير غير شويه حيت غنعمر نص بالكفته ونص بالفلفله والقرعه، الزعتر، وعندي بصله خضراء، وها لاصوص بعد ما طابت وطاحت انا غنطحنها ونوريكم كي كتجي. ديك الثومه والزعتر، لما بغيتوش ديروا الزعتر في الاول تخليوه حتى للاخير، وطبيعه الحال الفرماج. المهم الكفته غنصوطيها واحد شويه هي والفلفله، ندير لاباط ديالتي. انتوما كما تشوفوا انا صوطيت شويه ديال الكفته، صوطيتها، وانا عندي القريعه. بعد ما خمرات لي العجينه، شوفوا كي تجي البنات، انا غنسرحها في الطاوه، درت ليها فوق شويه في زيت العود من الفوق، وغنخبزها هنا في الطاوه. وعندي شويه ديال الزيتون كحل وشويه ديال الزيتون ابيض، غنخلطهم. وعندي دابا العناصر كامله، ها لاصوص كيف كتجي رائعه، وكتجي بنينه بديك الثومه والزعتر والزيت وزيت العود. وانا دابا عندي العناصر كامله موجوده البنات، عندي طايبه، غادي نقرص العجينه في اللاطه وندخلها باش دير نص طايبه، ومين غنخرجها غادي نشارك معكم العماره. بعد ما درت لها نص طايبه، شوفوا كي تجي يعني رائعه، يعني لاباط زوينه ما كتهرس ما كتقطع. ودابا غنعمرها معكم، غندير لاصوص، يعني لاصوص ما نقول لكمش عليه كيف كيجي، هو باين لكم نتوما. كثروا وديروا مثلا في القياس جبانيه في ميكا وحطوها في الفريغو، جبدوها حطوها فوق البوطه غير تبخشي شويه واستعملوها نتوما كيما تبان لكم لاصوص. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. والخير راه عندكم في ديوركم، راه كل دار تبارك الله عندها خيره في دارها، وكل امراه حادقه، يعني كل وحده والحداقه ديالتها، يعني كنخرجوا من لا شيء اشياء بزاف. عندك الكفته ديرها، ما عندكش يعني ديرها بالخضره، كتجيب رائعه البيتزا. انا دابا كنعمرها وغنوريكم، غندير نص بالكفته ونص بالفلفله والقرعه. الا ما كانش الكفته عوضوها بالطون، يعني حيدوا داك الزيت ديالو وخدموا به، ولا الكاشير ولا البيض، يعني كاين عطا الله باش نعمروها. المهم نفرحوا الوليدات، راه كيحماقوا على البيتزا وكيموتوا عليها. وكنتمنى لي التوفيق، نتمنى تدعيوا معايا وتشاركوني بسميتو بالتعاليق الايجابيه او السلبيه باش نستافد منها. ومرحبا بكم في القناه ديالتي. بعد ما دهنتها بلاصوص، غادي ندير نص بالكفته كما كتشوفوا البنات. انا كنت كندير كلشي خضر وكندخلها للفران، ولكن كانت الكفته كتحرق ليا،
علاش انا وليت كندير نص طيبه؟ ها نتوما درت نص بالكفته ونص بالخضره، ودابا هاد البصله شنفتها هكا رقيقه، حكيت الفرماج والزعتر طبيعه الحال هادو حتى لاخر لحظه. ان ندير ديك البصله غنفرقها فوق الحشوه ديالتي، كتعطي واحد المذاق وواحد القرمشه، يعني فن داك البصله ديك التغرزيزه ديالتها كتجي كتعجبني. وجربوها وديروها في رمضان، انا هديه البيتزا كنداومها في رمضان بزاف، كيموتوا على ولادي وما كنستغناش عليها. كنطيبها مثلا كنوجد لاباط في الفريغو لاصوص، غير كنجبد وكنبقى نعمر داكشي اللي قسم الله كنعمر به، يعني ماشي ضروري الكفته، او يعني غير خضيره بحال ما كشط لك بقات لك من الحوت من الغداء او قليتيها يعني كتستخدميها. دابا غنخلط الزيت والكحل والبيض، والخير راه عندكم. بعد ما درت الزيتون غندير الزعتر من الفوق، انا درتها طاوه كبيره ديال الفران لحقاش ما تيشبعوش ليا منها الدراري، يعني الريحه ديال الزعتر، وكندير زيت الزيت العود توا من الفوق ونشبعها بالفرماج. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق ديالكم ان شاء الله. وما تبخلوش عليا من الدعوات ديالكم ومن البارطاج ديال القناه ديالي. صافي دابا ملي غندير لها الفرماج غندخلها للفران غير تصاد ونخرجها وغنقدمها معكم ان شاء الله. وغنوريكم واحد الموس باش كنقطعها رائع، ويعني تيعجبني انا بزاف بزاف، وكيجيب لي التقطيعة يعني مقادة. وعجزني اصلا باش نشري ديك الجرارة ديال البيتزا. صافي دابا بعد ما شفتوها نتوما كيما كتشوفوا بعينيكم غندخلها غير تهض ونخرجها ان شاء الله. بعد ما دخلتها وخرجتها نتوما كيما كتشوفوا، شوفوا تبارك الله كي كتجي، يعني ما نقول لكمش عليها. غنوريكم الموس باش كنقطع، هو هذا القرادة ديال القزبر والمعدنوس. كنتمنى انكم تستخدموا، كيجيني واعر في التقطيعه، وعجزني باش نشري الجراره، ولكن هذا صافي ولفت عليه، يعني هاد القراده كتحمقني في التقطيعه، صافي كنولفت عليه. نقطعها ان شاء الله ونقدمها معكم في الطباسل وبالصحه والراحه. من بعد ما قطعت هادي النص اللي درتو بالخضره، شوفوا كي كتجي كتشهي تبارك الله، وهذا بالكفته. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق، يعني لاباط ديالها واعره واعره بزاف. وغنوريكم دابا واحد المورسو كيف كيجي، تقدروا ديروها لوليداتكم في العشاء في الكوتي، وبالصحه والراحه. ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساونيش من اللايكات ومن تفعيل الجرس مع عندكم والتعاليق، وبالصحة والراحة إن شاء الله، وبسلامة عليكم إن شاء الله في نهار جديد. بسلامة.